هاخد من اخر طبعا اخر حاجه طبعا مباراه النادي الاهلي، وانا خدتها في جزئيه تانية خالص، خدتها في جزئيه ان ساعات في مشوار اللعيب او مشوار الفريق بيبقى في مباراه تفوق، في مباراه لو انت ماشي في سكه وفاكر ان الامور بقت سهله مجرد ان انت حصلت على بطوله وماشي بشكل اكتر من رائع حتى على المستوى البطولات العالميه، بيبقى في حاجه كده لازم تفوقك شويه. انت شايف بجانب الشكل الفني وممكن نتكلم عليه شويه، لكن شايف نتيجه مباراه النادي الاهلي النهارده ازاي؟ طيب في البدايه طبعا اي بطوله يا كابتن هاني، وانا شفت الكلام ده يعني في الفتره كنت موجود فيها فتره كبيره، اي بطوله لازم فيها بتعدي بمراحل صعبه دايما. مفيش بطوله ابدا من اولها لاخرها كده تبقى كلها سهله، مستحيل. يا بتبقى البطوله المرحله الصعبه دي في بدايتها، يا اما في تبقى في الوسط، يا اما بتيجي في الاخر شويه. انما لازم في مرحله صعبه بتعدي بيها لازم، وهي بقى بتبان بقى يعني دايما معدن لعيبه النادي الاهلي، ويعني دايما متعودين ان احنا دايما في المواقف الصعبه دي بيبان الايه قدرات اللعيبه والجهاز الفني، بيبقى فيه اللمه وفي كل حاجه يعني بتتلاقي بنعدي منها. فاحنا دلوقتي في ظروف يعني مش هقول ظروف صعبه، ولكن ايه مرحله انت عندك مباراه خسرتها، المجموعه طبعا انت عارف بتلعب 6 مباريات، عندك لسه 2، عندك مباراتين على ملعبك، عندك لسه ان شاء الله جاي لك فيتا كلوب، وعندك كمان سيمبا جاي لك تاني. فدول ماتشين ب6 بونت، يعني الحسابات بتبقى كده. لما باجي انا احسب الماتشات دي بحسبها كده، انا يعني عندك 6 مباريات على ملعبي 3 بونت، وعندي لسه ماتشين كمان على ملعبي، يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يبقى احنا رصيدنا بيتعدي بيتكلم في 9 بونت ان شاء الله بالماتشين المكسبين اللي هيبقوا على ملعبك. بتدور بقى على انت لازم تكسب مباراه بره مهمه جدا عشان توصل 12 بونت، لان احنا ممكن توصل ب9 وممكن توصل اول كمان، بس لسه الحسابات دي لسه حسابات شوية مختلفه شويه، وخاصه النهارده كمان فيتا كلوب كسب المريخ. فطبعا سيمبا بقى 6، انت ممكن ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله ما فيش صعوبه قوي. انما لو اتكلمنا على مباراه النهارده، انا شايف ان الاهلي زي ما كنت بكلم مع الاستاذ سهام قبل الهوا، في بعض يعني مثلا ايه موضوع الجمهور، احنا فتره كبيره جدا جدا الاهلي ما بيلعبش في وسط جماهير كتير كده، غير بس الفتره الاخيره اللي هي بتاعت كاس العالم للانديه. الجو حر، وانا عارف يعني ايه جو حر، حضرتك طبعا يعني رطوبه كمان، رطوبه عاليه قوي في تنزانيا، رطوبه عاليه جدا. فكانت قبل المباراه بيوم او بيومين كانت بتوصل 60 و70%، انا كنت متابع يعني. ايوه فالرطوبه هناك بتبقى عاليه قوي يا كابتن هاني. الملعب حلو طبعا مفيش كلام، الارضيه حلوه جدا، وملعب استاد كبير واستاد حلو يعني. انما في النهايه هي مباراه وانتهت، لازم نفكر في اللي جاي، اللي جاي ده مهم جدا بالنسبه لنا يعني. فان شاء الله باذن الله مش انا متاكد ان الاهلي هيطلع اول مجموعه ان شاء الله باذن الله. انما لو كلمنا بقى على تفاصيل المباراه، يعني ممكن يبقى فيها ما كنتش حاسس ان الرغبه موجوده قوي النهارده، كان الاهلي حتى ما جينا فينا جون في الشوط الثاني برضو ايه تحس ان هم عندهم استحواذ شويه في نص الملعب، كان الاستحواذ بتاعهم اكتر شويه. احنا يمكن في الاخر كان في قرصه شويه في الاخر يا كابتن، اخر 10 دقائق اعتقد كانت قرصه فترات الاهلي يعني. والقرصه دي يعني في فرصه ضاعت لمحمد شريف اللي جون طلعها بشكل كويس قوي قوي. وبعدها لما جون وقع ضيع حوالي 2 3 دقايق، وفي الاخر الجون الحكم بيحسب 40 ثانيه وقت، يعني بعد الاربع دقائق حسب فعلا، يعني الاربع دقائق ما تلعبوش. صحيح الاربع دقائق تلعب منهم دقيقه واحده بس، وبعدين الجون وقع خد له حوالي 2 2.5 دقايق. فطبيعي انت بقى دايما، ما هو هنا بيبان يا كابتن يعني نيه الحكم. الحكم لو فير الطبيعي ان يديك بقى وقتك اللي الجون ضيعه، ده الجون فضل قاعد حوالي 2 3 دقايق يعني، فالطبيعي ان حسب 40 ثانيه بس. صحيح. فعشان كده كان في نرفزه شويه، وكان في يعني ايه اللعيبه زعلانه، السيد راح والشناوي راح، اللعيبه حاسه ان احنا كنا ممكن قريبين. القرصه دي كانت قريبه قوي، مظبوط. القرصه دي كانت المفروض تبقى من بدري شويه. صحيح. هي دي النقطه اللي انا ايه كان يعني ايه كان لازم القرصه دي بدل ما انا استنى عايز الدقيقتين او ال3 دقايق اللي الحكم هيديهم لي، لا كان ممكن يبقى في وقت بدري شويه كانت القرصه دي تبقى موجوده، كنا ممكن نكسب او نتعادل على الاقل يعني.